أخبار اليوم. أنا كنت سعيدة بأنه هم عملوا كده وأنه السوق بتسخن بقى في حركة. بالعكس لما تنزل لوحدك طب تنافس مين يعني؟ مش لا بالعكس، أنا كنت سعيدة جدا بأنه هم عملوه الحقيقة. يعني هي يمكن سميرة كان مفترض تنزل قبلي، ألبوم فنانة سميرة طبعا كان لازم ينزل قبلي، بس هو حصل عطلة يمكن قانونية أوراق أو حاجة زي كده عطلها تقريبا أسبوعين ثلاثة، فبقت بقى بعد ألبومي. أنا كان ألبومي جهز خلاص، كل أموره كانت جاهزة فنزل هو الأول، بس هو كان مخطط إن هما ينزلوا ورا بعض. مش عارفة الشغل بيمشي إزاي، يعني هما بيحبوا بس، والحب حلو وكل حاجة، بس يعني بس هما بيبقوش عارفين إنه ده مقصود ومتعمد. إن إحنا على فكرة أنا من أصدق صديقاتي ومن أقرب صديقاتي لقلبي سميرة، ف ودي سبت يعني التاريخ اللي هي عملته والرصيد اللي هي عملته يخلي أي حد يعني يحب يقرب منها. ووجود سميرة في السوق أو في المنافسة الفنية ده شرف ليا وشيء يسعدني. تاريخ سميرة مش قليل، ورجوعها بعد برضه كام سنة ونجاحها بالشكل ده، ده شيء أسعدني زي ما أنا سعدت بنفسي بنجاحي. وأنا مبسوطة لشركة روتانا إنها نجحت النجاح ده بأنغامه بسميرة، لأن هي كده الشركة عملت تنشيط للسوق، عملت تنشيط للشركة نفسها، عملت تنشيط حتى لسوق الحفلات. ابتدوا الفنانين روتانا يبقوا موجودين في الوطن العربي كله، في كل مهرجانات الوطن العربي. فده انا بتهيألي ان احنا يعني المفروض تشكرونا عليه، واحنا نشكر نفسنا ونشكر روتانا ونشكر ربنا. حاجات كتير حلوه حصلت في فتره قصيره، تغيير كبير حصل. يعني يمكن انا حركت الميه الراكده من ناحيتي، سميره حركت من ناحيتها الشركه لانتاج البومها، انا الشركه اتعاملت معايا توزيع، اتعاملت مع سميره على انتاج من البدايه، ابتدى يبقى في دعايه، في حفلات، في كل ده شيء محمود جدا الحقيقه. انا بحمد مش انه احنا طول الوقت نقول يعني نكسر مقاديفهم يعني لا بالعكس، انا بشوف انه دي هم بيدوهم الدفعه الاولى اللي احنا الحقيقه. انا واحده من الناس، انا بغني يعني فوق ال 20 سنه، عارفه البدايات زمان كانت عامله ازاي، قد ايه كانت صعبه، وقد ايه عشان تدخل مبنى التلفزيون وتدخل تطلع في برنامج لمده 5 دقائق ولا 10 دقائق، تغني نص كلمه يعني نص كوبليه والناس تسمعك، ده كان اعجاز. يعني كان شيء يعني انجاز كبير تعمله، يعني تستنى برنامج المنوعات اللي بيتذاع فيه كام اغنيه في السهره يوم خميس ولا يوم حد، سهره واحده في الاسبوع، لو زعوك مره في الشهر يبقى خير وبركه تقعد تحمد ربنا عليها سنه. فالبرامج دي بتدي للشباب دول فرصه حقيقه ما يحلموش بيها، احنا ما كناش نحلم بيها، يعني انه يطلع اسبوعيا ويتشاف على الهواء، والجمهور اللي في الاستوديو عدده كبير، والملايين اللي في الوطن العربي بتشوفه على التلفزيون. بعد كده الشغل بقى بتاعه هو، يعني الحقيقه ان هو البرنامج بيبقى واضح من البدايه، بيقدموه بيقول له انا هديك الدفعه الاولى. اتعرض عليكي طبعا.